اما عن الريليشن والبرانش ريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف فهنستعرضها من خلال هذا الدياجرام. الثايرويد كارتليج تحت منه الكرايكويد كارتليج اللي هو بيكمل الثايرويد كارتليج في الميكنج اوف ذا لارينكس. تحت منهم على طول هتنزل التراكية، الارش اوف اورتا بتخرج منه البرانشز الكبيره، الليفت سبكليفيان، الليفت كومن كاروتد. اما الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتد فكانوا خارجين من البريكيوسيفاليك ترانك بهذه الطريقه. بعد كده دي كانت الفيرست ريب معدي من عليها السبكليفيان ارتري، وكانت المصل اللي اسمها سكالينس انتيرو قسمته الى ثلاث اجزاء، الفيرست بارت ميديال، السكند بارت ديب او بوستيريور، الثيرد بارت كان لاترال. الانترنال جاجلر فينز الاثنين بيقعوا لاترال تو ذا كومن كاروتيد ارتريز، وبيحوطهم مع بعض انفلوب من دي فاشيا اللي هي الكاروتيد شيس. الانترنال جاجلر في ناحيه الاثنين بيتحد مع السبكليفيان علشان يكونوا البريكيوسيفاليك فينز اللي يتحدوا مع بعض ويعملهم السوبيريور فينا. كيف ده مش موضوعنا صحيح، لكن دلوقتي موضوعنا احنا بعد ما رسمنا الارض اللي هيتحرك عليها الفيجاس نيرف، الان نستعرض مسار الفيجاس نيرف والبرانشز اللي خارجه منه. انا عندي ليفت فيجاس ورايت فيجاس، دي الثايرويد جلاند. الليفت فيجاس نيرف، الليفت فيجاس نيرف جاي من الكاروتيد شيز بين الانترنال جاجلر والكومن كاروتيد، مش ان بتوين ذا تو ارتريز الكومن كاروتيد والسبكليفيان ارتري، ده على الليفت سايد، وبيكمل طريقه انتيرو انتو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا بلو ذا لوور بوردر اوف ارش اوف اورتا. كان بيديني برانش راجع عائد الى اللارينجز، فبيسموه العائد الى اللارينجز اللي هو الريكرنت لارينجيال نيرف. الريكرنت لارينجيال نيرف على الليفت سايد كان بيعود بعد ما يمر من تحت اللور بوردر اوف ارش اوف اورتا ويمشي بين التراكيه من قدام والاسوفيجس من ورا، ورا اللوب اوف ذا ثايرويد جلاند، حتى يصل الى مقره النهائي حيثما يغذي الديستريبيوشن بتاعه في اللور هاف اوف ذا ثايرويد كارتريدج. ده كان على الليفت سايد. على الرايت سايد كان الرايت فيجاس نيرف ماشي بين الرايت كومن كاروتيد وبين الانترنال جاجلر فين، بعد كده هيمشي هيمشي يعدي يعمل كروسنج للسبكليفيان ارتري، وهو عند هذه النقطه هيديني انذر برانش، برانش مماثل للاخر اللي على الليفت سايد، يعود الى اللارينكس، بس يعود الى اللارينكس من تحت السبكليفيان ارتري، فهيسموه رايت ريكرنت لارينجيال. اذا انا عندي الليفت ريكرنت لارينجيال عائد من تحت الارش اوف اورطه، وعند الرايت ريكرنت لارينجيال عائد لمين؟ لللارينكس من تحت الرايت سبكليفيان ارتري. هيرجع من اللارينكس هيغذوا ايه في اللارينكس؟ هيغذوا اللور هاف اوف ذا لارينكس بموتور وسنسوري نيرف سبلاي. موتور نيرف سبلاي لكل عضلات اللارينكس ما عدا عضله واحده بس اسمها الكريكو ثايرويد ماسل، ويديك سنسوري انرفيشن للميوكوس ممبرين في اللور هاف اوف ذا لارينكس. طيب ده هناخد برانشات البرانشز اللي خارجه من الفيجاس نيرف من تحت لفوق، خدنا من تحت الريكورنت لارينجيال نيرف، نطلع فوق شويه هنجد في نيرف تاني رايح لللارينكس بس من فوق اسمه السوبيريور لارينجيال نيرف. انا عندي اتنين على كل سايد، كل سوبيريور لارينجيال نيرف جاي من فوق، امال انا ليه ما سميتش اللي تحت انفيريور لارينجيال؟ انفيريور لارينجيال كان وصل لللارينكس من نفس المستوى ده، لما كونه نزل ورجع تاني فسميته ريكرنت لارينجيال. مفيش انفيريور لارينجيال نيرف، مفيش انفيريور لارينجيال نيرف، في فقط سوبيريور لارينجيال وريكرنت لارينجيال نيرف. السوبيريور لارينجيال نيرف يخرج من الفيجاس نيرف من فوق مستوى اللارينكس، هينقسم لقسمين اثنين، اكسترنال لارينجيال وانترنال لارينجيال. الاكسترنال لارينجيال هيغذي عضله واحده فقط اسمها الكريكو ثايرويد ماسل، اما الانترنال لارينجيال نيرف فكان اخترق الميوكوس، اخترق الثايرويد ميمبرين
اللي جاي من الثايرويد كارتريج رايح للهايود بون وهيدخل للميوكس ميمبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس عشان يغذيه. اذا السبيرو لارينجال اداني اكسترنال لارينجال وده موتور الكريكوثايرويد وانترنال لارينجال سنسوري للميوكس ميمبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس. يبقى دلوقتي عندي اول مجموعه برانشز خارجه من الفيجاس نيرف اسمها لارينجيال برانشز. طيب في فارينجيال برانش. الفارينجيال برانش ده انا عايز اقف عنده شويه. فارينجيال برانش اوف فيجاس نيرف، احنا نتذكر مع بعضنا الاكسسوري نيرف اللي كان له اتنين روتس. سباينال روت ده اللي مشي ورجع ورا وساب الكاروت تشيس بانه عدى كروسنج اوفر ذا انترنال جيجلر عشان يغذي العضلتين بتوعه اللي هم الاسترنوماستول والترابيزيس. امال ما اتكلمناش عن الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف ده عمل ايه؟ بعد ما ساب الاكسسوري نيرف التحق بالفيجاس نيرف وتوزع من خلال الفيجاس نيرف ببرانش اسمه الفرنجيال برانش. اذا الفرنجيال برانش اوف فيجاس نيرف هو بشحمه ولحمه الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي دخل الفيجاس نيرف وتوزع من خلال البرانشز بتاعته للعضلات المختلفه في هذه المنطقه، وهنحكي عليها بعدين في الديب اوبننجز او الكافيتيز اللي موجوده في الهيد اند نيك. في بعد كده اتنين تو برانشز، مننجال برانش للمننجيز اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا واوريكولار برانش هيغذي السكن بيهايند ذا لور هاف اوف ذا اوريكل ويغذي السكن اوف ذا اكسترنال اوديتروميتس في البوستيريور هاف ايضا ويغذي السكن اوف ذا بيغذي جزء من التمبانيك ممبرين. ده كان الديستريبيوشن او البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف. من الملاحظ ان البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف مرات تدي للمينيجيس، مرات تدي للاوريكل، مرات للفارينكس، مرات لللارينكس من فوق ومن تحت. ده كان في كمان كاردياك برانشز، اتنين كاردياك برانشز كانوا خارجين، سوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز. السوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز كانوا بيشتركوا في مع اذر برانشز في تكوين الكاردياك بليكسس. الكاردياك بليكسس ديت اتعرضنا لها قبل كده في الثوركس، كان شارك السوبيريور والانفيريور كارديك برانشز اوف فيجاس اللي كان مرهم على السبكليفيان ارتري وراحوا شاركهم في تكوين الكاردياك بليكسز. هذا الديستريبيوشن الغريب للفيجاس نيرف اعطى الايحاء بانه نيرف حائر متحير، مرات يدي الاير المننجيس الفارينكس اللارينكس الهارت، فمن هنا سموه الحائر او الغامض. ده كان ملخص سريع للريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف.